ملوش ايوه، بقى. احنا دايما في علم النفس بنقول ابدأ بنفسك، اه ولما الانسان يبدأ بنفسه هيلاقي اللي حواليه بيتغير اوتوماتيك. فهو لو ركز في نفسه بس ما ركزش في اللي حواليه هتلاقي الدنيا تتغير، ده قانون كوني ربنا حاطه. فلما شباب نزلوا الاول بدأوا بنفسهم، ما كانش حد يتخيل من المجتمع ان هم يقدروا يعملوا حاجة. فلما الشباب دي صمدت، ما هو في قانون في علم النفس بيقول ايه بقى، لازم الاول تكون محدد الهدف كويس، وبعد كده تسعى لتحقيق الهدف بالإمكانيات اللي عندك، لا تنتظر أي شيء، لا تنتظر فلوس، لا تنتظر ظروف، ابدأ بس بالإمكانيات اللي عندك، اصمد واصبر عند أي ظرف يقابلك أو عقبة. رابع حاجة، لازم الهدف يتحقق، ده قانون كوني. الشباب نزلت يوم 25 كل إمكانياتهم بنقول لأ، إحنا رافضين حاجة معينة، لا معاهم اي سلاح، لا معاهم اي وسايط، لا معاهم اي حاجه خالص، نزل بامكانياته قال لا كويس. أي. تعرضوا لعنف، صبروا. لما صبروا ايه اللي حصل؟ اولا هو نزل ما حد هدفه، استخدم الادوات اللي معاه، حصل عنف، صبر. الصبر بتاعه هو طبق قانون، فضل صابر وتحمل العنف وقعد مصر على رايه. اصبح الناس التانية بيتفرجوا عليهم، ايه ده، طب ما احنا ما ناس كويسه لازم نبقى زيهم. ف العدوى انتشرت بين المجتمع كله كويس، نزلوا الناس اكتر الى ان اليوم الاخير اللي هو سموه جمعة الرحيل، اصبح الشعب كله متكاتف. اللي كان غريب جدا والعالم كله مذهول بيه ان دي اول ثورة ضاحكة في العالم، الناس متفائلة، نازلين مبتسمين. يعني على فكرة احنا بنعمل ده، ودي احد الاسرار النفسية، بنعمل حاجة في الكورسات اللي بتعمل في الحرب النفسية في الجيش، القوات المسلحة لما يكونوا داخلين حروب ويحصل قتلى وجرحى، بنخليهم ينكتوا ويهزروا ويعملوا سكتشات يضحكوا عشان يعلوا معنوياتهم والطاقة الإيجابية. والفنانين كانوا بيروحوا في الجبهة أيوة، في وقت الحروب. ويعلوا الطاقة الإيجابية جدا بالضحك وبالهزار وبالتنكيت وبالسخرية، فدي بتأثر سلبا على العدو وبتعلي طاقتهم الإيجابية جدا، وبالتالي بينتصروا أسرع. فاللي حصل إن ده حصل بالفعل، أصبح ميدان التحرير وكل الميادين اللي فيها المظاهرات الناس متفائلة جدا وواثقة من تحقيق الهدف، بيبتسموا بيضحكوا، الشعارات الناكتة، الهزار، حتى الأغاني. وبالتالي كان لازم، هم خلاص طبقوا كل اللي عليهم، لازم الهدف يتحقق. عشان كده الهدف اتحقق بمنتهى السرعة ومن غير نقطة دم واحدة بعد الأحداث الدامية اللي حصلت. الضحك والمرح اللي في المظاهرات علميا بقى على الطاقة الإيجابية جدا، وكان أحد الأسباب الخطيرة الهامة لنجاح الثورة. وطالما أنا بقولك على سر، هقول بقى إن الثورات اللي بيكون فيها غضب، الغضب من أكتر المشاعر السلبية، وبالتالي مستحيل مع الغضب يحدث انتصار، فمستحيل تنتظر فلسطين طالما فيها غضب. فأنا بوجه الكلمة دي للشعب الفلسطيني، طول ما أنت بتقاتل بمشاعر غضب، بمشاعر غل، بمشاعر حقد، مستحيل يحدث انتصار، ده قانون كوني. أيوة. سيدنا علي لما كان بيحارب، أحد الناس اللي كان بيحاربهم بثق في وجهه، فلقى نفسه اتنرفز راح سايبه وماشي. الغضب مستحيل يحصل معاه انتصار. فدي معلومه انا بس بالمناسبه في مشهد شهير اللي بيتابع الافلام الامريكيه، الفيلم زورو الشهير، وهو بيدرب البطل فضربه بكرباج، فغضب، جه يعمل مبارزه، فشل، قال له لا تبارز وانت مره غاضب. في حياه الشباب يحس ان دي بلده، وان انا ليا قيمه، وان انا المفروض ان انا ابقى مثالي لان ده الطبيعي، ارجع مصري بقى، اعتز بمصريتي، اعتز بنفسي، اعتز باخلاقي عشان ارجع. فاكره زمان في حلقه من الحلقات لما كنا بنقول زمان كانت الايام الحلوه ودلوقتي الايام الحلوه راحت، قلت لك احنا اللي بنخلق الايام الحلوه واحنا اللي بنخلي الايام حلوه، وصدقت المقوله. فالشعب هو اللي بيخلي الايام حلوه، وكل فرد فيها كل ما يحافظ على نفسه ويخلي نفسه ايجابي ويعمل الحاجات اللي هي الصح، اللي كانوا زمان بيقولوا يا عم انت مثالي قوي، يا عم انت بترفع شعارات، لا ده الطبيعي، ده الصح، ده اللي هيخلي بلدنا خير. وعايز اقول معلومه كمان مهمه جدا، كلما احتفظنا على المستوى الفردي بالمشاعر الايجابيه دي وبالسلوكيات الايجابيه، كلما ساعدنا كل واحد فينا حتى لو في بيته من غير ما يخرج، لان مستقبل بلدنا يبقى خير. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. لو احنا مصلحين مستحيل يحصل هلاك للبلد، والا يبقى كده ربنا ظالم للعبيد بنص القران. الثوره السلميه اتشبهت بغاندي اللي كان شعاره وطرد الاستعمار البريطاني اللي قعد 200 سنه في الهند بالنون فايلنس، اللا عنف.
حضرتك بتقول الطاقة الإيجابية معدية. هناك كان قائد بمشي وراه، دي ما كانش فيه قائد. هو كان فيه قائد بس قائد نفسي. رمزي. رمزي. القائد النفسي هو ان انا عاوز الخير ورافض لكل انواع الفساد. فاصبح القائد ده يعني ده في علم نفسي يسمى العقل الجماعي، اصبح هناك عقل جماعي يقود كل شعب مصر. وبالتالي حدث الانتصار الساحق. لان احنا عندنا في العلم كل مجموعة بتفكر بطريقة معينة بيحدث منها مجال من الطاقة بتنتقل الى المعلومات بسرعة جدا. عشان كده لو انا بفكر في مثلا عندي قصة معينة بألفها، بيحدث التقاء بالطاقة ما بين اي حد في العالم بيفكر في نفس الفكرة، فبيحدث توارد الخواطر، فممكن اخد منه فكرة وهو في مكان تاني في العالم. فلما كان الشعب كل واحد في مكان في محافظة نازل، كلنا هدفنا لا للظلم، نعم للإصلاح، نعم للخير لمصر، نشأ بنا عقل جماعي، أصبح توارد الخواطر عالي جدا. وبالتالي يعني عاوز أقولك معلومة خطيرة. لا كلمني عن توارد الخواطر، مش هسيبها تعدي. طيب كده توارد الخواطر، توارد دي خواطر. نقطة في منتهى الخطورة. أيوه، كل حد بيطلع له فكرة إيجابية بتنتقل من غير أي وسائل اتصال للعالم كله أو للبلد كلها، لكل حد بيفكر في نفس التفكير. وبالتالي أصبح فجأة المظاهرات كلها ليها سمت واحد، ليها نغمة واحدة، ليها طاقة واحدة، وبالتالي كان لازم يحدث النجاح. طيب بذكر توارد الخواطر، احنا شفنا مين فينا ما افتكرش من الشباب الصغير الفالنتاينز دي. احنا كأسر أمهات وأباء نسينا مولد النبي، يعني كانت حاجة غريبة. وقيل أن من تذكر الفالنتاينز دي كان بيدي الهدية مش قلب أحمر، كان بيديه علم مصر. علم مصر. بذكر توارد الخواطر، لا قدر الله بعد الشر عننا الطاقة السلبية، هل ممكن في حياتنا العادية لو خرجنا برا نطاق الثورة، لأن احنا اتكلمنا حضرتك أشرت للطاقة الإيجابية والسلبية دي في حلقات سابقة في موضوعات كتيرة، طلاق، خيانة، يعني موضوعات كده، هل أنا ممكن يبقى عندي طاقة إيجابية تتحول إلى سلبية بسبب توارد الخواطر، أو حد يسحب مني هذه الطاقة وانتبه ليها إمتى وإزاي؟ هقولك على أحد الأسرار الخطيرة اللي الإعلام مش واخد باله منها. إن الإعلام هو أول وأهم أعلى وسيلة لنشر الطاقات السلبية والطاقات الإيجابية. الإعلام لما بيركز على السلبيات ويطلعها بصورة فاضحة وبيخلي الشخص بينظر للمستقبل نظرة سوداء، بينشر الطاقة السلبية في المجتمع. وأنا قلت كذا مرة إن إعلامنا مش مدرب إزاي يتعامل مع السلبيات بإعلامية وبمنظور نفسي. يعني مثلا اديني مثال. هدي مثال. إمتى الإعلام إدى طاقة سلبية؟ حادثة فساد حصل في مجتمع عربي، فهو الإعلام العربي كله مش يعني مش المصري بس. بيبدأوا يتكلموا، الإعلام بيركز على حادثة الفساد ويبدأ يبين للناس إن البلد وحشة والبلد كلها فساد والبلد مستقبلها هيضيع، فبيستغل الحادثة دي وهي حادثة واقعية وبينشر طاقات سلبية وقناعات سلبية في المجتمع كله إن البلد مستقبلها مظلم، فمن غير ما يحس بيخلي المجتمع ينهار. بره بقى لما بيحصل حالة فساد بيمسكوها ويقولوا احنا مجتمع ايجابي لن نسمح بالفساد، احنا بنحارب الفساد وبنطلعه في التلفزيون اهو، اطمنوا البلد خير ومستقبلها